طيب خلينا نبتدي حلقة النهاردة كالعادة بالأخبار الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللي بيستعد في الحقيقة المباراة غاية في الأهمية أمام فريق إنبي إن شاء الله بإذن الله. المباراة هتكون بعد بكرة يوم الخميس على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس. كان في اتجاه ان المباراه او طلب من الجهاز الفني بالتحديد ومستر لاسارتي ان المباراه يتم نقلها لاستاد برج العرب، وهي المباراه بالمناسبه تنظيم النادي الاهلي، يعني هي مباراه النادي الاهلي يتم نقل هذه المباراه لاستاد برج العرب نظرا لارضيه الملعب اللي تعتبر افضل نسبيا هذه الفتره عن ارضيه ملعب بترو سبورت. فبالتالي الطلب ده يعني قبل بالرفض بسبب ضيق الوقت ومفيش موافقات امنيه، وكمان ملعب بترو سبورت ده يعتبر ملعب فريق انبي، فالنادي الاهلي او الجهاز الفني بالتحديد كان شايف ان الافضل ان هو يروح يلعب مباراه انبي، وهذه المباراه المصيريه والمهمه جدا في الحقيقه على استاد برج العرب. لكن بسبب عدم توفر الموافقات الامنيه في وقت ضيق جدا، فخلاص تم الاستقرار بشكل نهائي على ان المباراه هتكون في استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس.